انطلقت بمركز دبي التجاري العالمي فعل يجمع تحت مظلته 4 معارض متخصصة في القطاع، وهي معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، ومعرض إنترنت الأشياء، ومعرض البيانات الكبيرة، إضافة إلى مؤتمر الخليج للحوسبة النقالة للمؤسسات. ومن المنتظر أن تشكل هذه الفعالية نقطة مرجعية استراتيجية في دفع النمو المتوقع للإنفاق في القطاع الإقليمي لأمن الشبكات على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ما شاء الله، يعني المعرض في شركات عديدة وفي تنافس، وكنت حريص شخصيا أني أسأل البعض، يعني شفت شركات عندها نفس العمل، وسألتهم السوق استوعب كل هالشركات، هذا العدد الكبير من الشركات، فكلهم يعني أجابوا أن نعم، لدرجة أن البعض قال يعني نحن الربحية عندنا سنوية 30-40% تحسن باستمرار. هذا دليل على أن سوقنا واسع وسوقنا يستوعب، وأن الناس الآن عندنا يعني اتجهت إلى التقنيات وتعامل في هذا المجال، واستخدام أيضا نظم يعني الحماية الأمنية التقنية بشكل كبير. وعلى مدى 3 أيام تتألق فعاليات أسبوع تكنولوجيا المستقبل بسلسلة من المعارض المتخصصة والمحادثات والجلسات العامة وورش العمل التي تركز على الإبداع. وسيوفر المعرض برنامجا شاملا لأكثر من 10,000 متخصص في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، للاجتماع واستكشاف برمجيات والأجهزة وفرص الاستثمار في البنية التحتية.